هذا وقد أكدت الدكتورة إيمان عطية استشارية طب العائلة خلال استضافتها في برنامج وطني أن أخذ الفرد للتطعيم المضاد لفيروس كورونا سيسهم في زيادة رقعة الملاعة الجماعية في مملكة البحرين، بالتالي الحد من انتشار الفيروس بشكل أكبر. اللقاحات اللي تم توفيرها طبعا في خلال التجارب السريرية، الفترة الأولى من التصريح بفعالية التطعيم أخذت 6 أسابيع إلى شهرين. تم متابعة المتلقين التطعيم في هذه التجارب، تم متابعتهم لأي مضاعفات جانبية، والحمد لله معظم المتلقين للقاحات في هذه الفترة ما أحد منهم تعرض لأي آثار جانبية. أخذك للتطعيم بكل بساطة أنت تكون أجسام مضادة تحميك وتقيك من الإصابة بهذا الفيروس. خلنا نبدأ من محيط الأسرة. إذا الأسرة الوحدة شجع طبعا أفراد الأسرة بأخذ التطعيم، انتشر بعدها إلى محيط الأصدقاء، بذلك يزداد عدد المتلقين إلى التطعيم، يعني زيدنا المناعة المجتمعية. بهذا الشكل احنا قاعدين مثل ما تفضلت التكوين المناعة والوقاية من انتشار الفيروس وتقليل من مضاعفاته.